سي واحد العدد نتاع الناس يعقدون مسألة التليفون. أنا كنشوفهم يزيروا بزاف. شوف أسيدي شوف، فرائض التيمم هي أولا النية اللي كنتكلموا عليها دائما، أنك تنوي إما رفع الحدث الأصغر توضأ، وإما رفع الحدث الأكبر الغسل. النية فتيمموا صعيدا طيبا. الفلسطيني الصعيد الطيب هو التربة اللي في الأرض، الرملة، الحجر، الحصى. كان عليه الصلاة والسلام يتيمم على الرملة صلى الله عليه وسلم، الصعيد الطيب. ثالثا الضربة الأولى على الصعيد، هذه فرض. الرابع غسل الوجه، مسح الوجه. والخامسة مسح اليدين إلى الكوعين. ثم هذا الترتيب، فمن مسح يده إلى الكوعين قبل وجهه فقد بطل وضوءه. لقد رأيت بعض الناس يتيممون فيضربون الصعيد الطاهر فيمسحون أيديهم وبعد ذلك يمسحون وجوههم. وقلت لذلك الشيخ: يا أخي كم وأنت تصلي بهذا التيمم؟ قال لك: سنوات طويلة. قلت: سبحان الله، يعني تيممك باطل، لأن الترتيب واجب مراعاة في هذه الحالة لأنه من فرائض التيمم. أما مسألة أن تمسح اليد يعني من الكوعين أو إلى المرفقين، هذه إن شاء الله تبارك وتعالى يجعلها بعض الأئمة من السنن فقط. لكن الآن سنتيمم كما تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا ذر رضي الله عنه يتمرغ على الرمال، فسأله: ما الذي تفعل؟ وقد ضحك النبي قال: لقد أصابتني جنابة وأنا الآن أتيمم. وظن أن التيمم لرفع الحدث الأكبر يتطلب أن يتمرغ لسانه وبدنه كله في الرمال. قال عليه الصلاة: إنما يكفيك، إنما يكفيك أن تضرب يديك على الرمال. ونحن هنا عندنا هذه الحجرة، أن تضرب يدك هكذا الأولى وسحاب. كان مثلا يمسح على الرمال ثم يفعل هذا السنة، ذيك الرملة اللي كانت تقتل اليدين، فيمسح يده هكذا دائما من باب الشعر إلى الذقن وفي العرض إلى شحمة الأذن، ها زاد مرة واحدة، ثم يمسح يديه إلى الكوعين ثم يصلي.